حريم السلطان يستمر معكم في رمضان. الملحمة التاريخية الأضخم تشهد فصولاً جديدة. تعتقد اللي سويته غلط يا فهد؟ ماذا يخبئ الحرملك من مفاجآت؟ رح تدور الأيام وأكيد رح يجي دوري أنا. من سيقع ضحية المؤامرات؟ بتضب لسانك وإلا قسماً بالله بقتلك. وما مصير الصراع على السلطة بين الأشقاء؟ سمو الأمير سليم عم يساوي اتفاقيات جديدة. المهم هلأ أنه النصر صار قريب كتير. حريم السلطان الجزء الرابع يومياً في رمضان 9 مساءً بتوقيت دبي.